بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. Very good afternoon. Bonjour. Of course, I would like to support. بالطبع أريد أن أحيي صمود الحاضرين معنا هنا وكذلك من يتابعوننا على البث المباشر. نشكرهم جزيل الشكر على صمودهم وعلى صبرهم. إنها فعلا مهمة صعبة أن تدير آخر جلسة لمؤتمر دام ليومين متتابعين ودامت فيه نقاشات كثيرة، لكنني متفائل. من جانب أنا متأكد كونكم موجودون معنا هذا يعني أنكم مهتمون لتتفاعلوا لتتعلموا ولتشاركوا في النقاشات والأفكار التي يتم تطويرها في هذا المنبر، وبالطبع أنتم كذلك ستكونون متحمسين للاستماع إلى العلماء الأجلاء الموجودين معنا هنا والذين جاءونا من مناطق مختلفة من أستراليا ولبنان والمغرب. وبالطبع كذلك لابد وبكل تواضع أن أقول لكم إن موضوع اللجوء واللجوء هو قضية ساخنة، وأقل ما بإمكاننا أن نقدمه هو أن نتفهم معاناة اللاجئين، أن نتفهم التحديات والمشاكل التي يواجهها اللاجئ، ليس من خلال الاستماع إلى المقولات العامة أو المقالات التي تكتب بهذا الصدد، وإنما لابد أن يكون هناك تحليل ممنهج ودراسة كاملة لهذه المشكلة. لابد أن أقول، لابد أن نبقي هذا الزخم، زخم هذه الجلسة لدينا في الثقافة العربية. ختامها ما يسمى بختامها مسك، بمعنى أن آخر ما يقدم ربما في هذا المؤتمر هو أهم شيء. البروفيسور بورغا أخبرنا أنه انتابه نفس الشعور، أن تكون آخر متحدث هذا يشكل تحديا بالنسبة لك، لكن على الرغم من ذلك أنا متفائل لأنه لدينا حقيقة علمية مفادها عندما تقوم بخض الحليب، هل تحصل على الزبدة في الأول أم في الأخير؟ طبعا في الأخير تحصل على هذه الزبدة. نعم، لقد شارفنا على نهاية المؤتمر، بدأنا نشارف على الحصول على ختام المسك. إذن ابقوا معي، نبقي هذا الزخم إلى نهاية هذه الجلسة، وطبعا سنكون متحمسين جدا للاستماع إلى الدكتور طارق رمضان في نهاية هذا المؤتمر. إذن الضيوف الحضور الكريم من مناطق مختلفة من العالم، تتذكرون عندما بدأنا هذا المؤتمر زميلي العزيز مختار الأحمر اختار الآيات الكريمة من القرآن الكريم من سورة الحج، وهناك جزء من هذه الآية الآية 40 والتي تشير إلى الذين عانوا من النزوح بشكل لا يحظى بالعدالة أو بعيدا عن نطاق العدالة، وحيث إن الله سبحانه وتعالى قال الذين أخرجوا من ديارهم هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ودون ما أي مبرر لهذا الأمر. اللاجئون حسب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق لشؤون اللاجئين تقدر أن عدد اللاجئين تخطى 60 مليون،
وهذا يعني أنه لسوء الحظ في التاريخ الحديث 1 من 122 شخصا هو لاجئ. هذه القضية هي قضية معقدة، وسبب اللجوء وطلب اللجوء له أسباب بعضها بديهية معروفة مثل النزاعات العنيفة، الحروب، وكذلك الاضطهاد في بلدانهم. وحتى نفهم هذه المسألة وحسب ما قالته عبير للتو، إنه من المهم أن يكون لدينا فهم ممنهج للقضية المتعلقة باللجوء وطالبي اللجوء. ولهذا السبب معي هنا تلة رائعة من المتخصصين من خلفيات مختلفة، كما ربما قد علمتم من خلال قراءتكم لسيرهم في الكتيب، لكنه من المهم أن نؤكد على الفهم المنهجي للمسألة. وكذلك أريد أن أبدأ مع المتحدث الأول وهو الدكتور ساري حنفي. رجاء اسمحوا لي بأن أقرأ سيرته المهنية. الدكتور ساري حنفي وهو يشغل منصب أستاذ مادة علم الشيماء ورئيس قسم دراسات علم الشيماء والأنثروبولوجيا ووسائط الإعلام في الجامعة الأمريكية في بيروت، كما هو رئيس تحرير المجلة العربية لعلم الشيماء اسمها إضافات، وكذلك يتولى منصب نائب الرئيس لكل من الرابطة الدولية لعلم الاجتماع آيسا والجمعية العربية لعلم الاجتماع. وكذلك ألف عدداً من المقالات وكذلك فصول في كتب، وكذلك تناول موضوعات متصلة بالشتات الفلسطيني واللاجئين، وكذلك علم الاجتماع المتعلق بالهجرة، وكذلك وسياسة البحث العلمي والمجتمع المدني، وكذلك تشكيل النخبة والعدالة الانتقالية أو العابرة للأوطان أو الحدود، وكذلك لديه عدد من الكتب المتعلقة بالتنمية البشرية الذي تم نشره من قبل الأونروا. وكذلك لديه كتاب حول اللاجئين في منطقة الشام، وكذلك الوعد المستحيل الذي كذلك كتبه ككتاب. هذا الكتاب هو باللغة العربية، وهو كذلك حائز على جائزة عبد الحميد شومان في 2015 في الكويت. هو خاص بالعلوم الاجتماعية، أو هذه الجائزة خاصة بالعلوم الاجتماعية. مداخلته ستكون حول استجابة الخليج لأزمة اللاجئين السوريين. إذن فلنرحب بالدكتور ساري حنفي. شكرا. سوف أحاول أن أسرع وأنتقل إلى الجزء الثاني من المحاضرة، ولكنني لا أستطيع أن أنتقل إلى ذلك الجزء من دون الحديث عن حالة الطوارئ في العالم. وأنا أتفق مع فتحي الذي أشار وأبرز هذه القضية، وأيضا أن نبدأ بالقول بأننا لا يمكن أن ننظر إلى مسألة اللاجئين من منظور ثقافي أو ديني، لأن هناك أيضا تيارات متعددة في أوساط اللاجئين السوريين. لنقل أن بلدان الخليج لم يستقبلوا اللاجئين السوريين، وما أقوله أنا أننا في بلدان الخليج
لدينا سياسات قائمة على أساس الشعور بالشفقة مقابل السياسات القائمة على أساس الرحمة بهؤلاء، ومثلا الذين يستقبلهم الناس أو التعاطف، لأن الشفقة مقابل التعاطف في بلدان مثل ألمانيا والبلدان الإسكندنافية وليس مثل بريطانيا أو فرنسا. هناك مثلا تركيا ولبنان وغيرها استقبلت اللاجئين السوريين. ما أعنيه بسياسات قائمة على أساس الشفقة مقابل التعاطف، وأشير هنا إلى ما قام به هانا آرنت وهو الفيلسوف المفضل لدي، أقول إن التعاطف يتم عندما الشخص الذي لا يعاني يضع نفسه محل الذي يعاني، وبدلا من أن يشعر بالشفقة بل يكون ردة الفعل على أساس التعاطف. وفيما يتعلق بمنهجية البحث، أنا بحثت في عدة إحصائيات. And of course, I was. وطبعا هناك عدة فتاوى فيما طبعا أنا أعمل من جانب الشرخ بين النظريات والعلوم السياسية والدينية، وبحثت مسائل الفتوى المتعلقة بالهجرة. إذن أولا، أنا لست بحاجة إلى إقناعكم بأن ما حدث للاجئين السوريين هو هذا النوع من الانفجار الذي حصل منذ الحرب العالمية الثانية. لم نرى هذه الموجة من الهجرة الجماعية حتى في الحالة الفلسطينية، وأنا هنا أتحدث عن الأرقام وليس عن الظاهرة. هناك ثلاثة بلدان استقبلتهم بشكل رئيسي، هي تركيا ولبنان والأردن. وعلى خلاف ما نسمع من أكاذيب أطلقها ساسة خليجيون، قالوا إنهم استقبلوا المهاجرين أو اللاجئين السوريين. لا توجد أي أرقام، والأرقام تبين مثلا في السعودية على سبيل المثال نرى أرقام وصول ومغادرة اللاجئين نرى، وأيضا وفي عجالة ممكن أن نعرض أمامكم أن في السعودية قالوا أنهم استقبلوا 500,000 لاجئ، في الحقيقة قالوا 1,000,000، لكن من 2011 حتى 2015 فقط 400,000، وهو نفس العدد من السودانيين أيضا. إذن هم لم يعاملوا السوريين معاملة خاصة. هنا قطر أيضا لا توجد بيانات حول قطر، وممثل السفارة الأمبسية السفارة السورية في قطر قال أن هناك 40,000 سوري يعيشون هنا، ولا يوجد هنا ذكر للاجئين، وفقط 20,000 لديهم فيزا زيارة. هذا يعني أن قطر في الخمس سنوات الماضية استقبلت 20,000 سوري أو لاجئ. لن أخوض في التفاصيل هل هم يسمحون لهم بالتعليم أو الصحة في هذا المجال. الكويت أيضا استقبلت فقط 23,000 على خلاف ما يعلنوه رسميا، قالوا استقبلوا 180,000، هذا ليس صحيحا على الإطلاق، لدينا بيانات دقيقة. الإمارات
هناك أدلة كثيرة تدعو أنهم ليس فقط لم يستقبلوا اللاجئين السوريين، بل منذ العام 2011 منعوا حتى لم شمل العوائل السورية. إذن ليست لديك استقبال للاجئين، ولكن لديك أيضا سياسة شفقة. دول الخليج كانت سخية على مستوى الاجتماعي والجمعيات الخيرية. أيضا مرة أخرى عندما أريد أن أنظر إلى ما هو الجدل الدائر في المجتمع المدني، السؤال هو أين هو المجتمع المدني في دول الخليج؟ ربما الشيخ سلمان العودة والشيخ القرضاوي هم أطلقوا بيانات أو تصريحات مهمة حول اللاجئين السوريين طالبين من البلدان الإسلامية أن تستقبلهم، لكنني لم أجد أي منظمة أو جمعية أو مجموعة ضغط أو لوبي تتحرك بهذا الاتجاه. وبالطبع وجدت الكثير من التعليقات المهينة، مثل رئيس منتدى الخليج للبحث وهو أكاديمي باحث حتى لم يمتلك ما يسمى سياسة الشفقة. ليس لدي وقت أن أستعرض كل هذه المعلومات. وأيضا لماذا لا توجد هذه الثقافة، ثقافة استقبال اللاجئين في الخليج؟ ومن هو مهتم يمكن أن أرسل إليه الورقة. وأيضا عندما سئل البروفيسور شفيق الغبرة وهو كويتي من الجيل الثاني، وذكره البعض بأنه هو أيضا شخص مجنس، إذا ما قمنا بتحليل الخطاب في الخليج، تفاجأت في الفيسبوك وتويتر عندما وجدت 33,000 مرة تغريدات في الأسبوع تبين أن على دول الخليج أن تستقبل اللاجئين السوريين. إذا هناك تعاطف على المستوى الفردي في دول الخليج. الآن أنتقل إلى النقطة الثانية والجزء الثاني من محاضرتي. نعم، السؤال المتعلق بالهجرة حقيقة سؤال مهم في التقاليد الإسلامية، لدرجة أن لوي ماسينيون كتب في 1952 قارنوا أهمية أو كيف أن المسيحيين لديهم حق اللجوء مقارنة بالمسلمين، وامتدح كيف أن المسلمين لديهم هذه التقاليد باستقبال طلبة اللجوء. إذن أنا نظرت في 83 فتوى متعلقة بالهجرة، وبذلك لا أقصد فقط هل يجب أن يهاجر المرأة أو لا، أو أي نوع من الهجرة يجب أن يبحث عنه في البلد المضيف. معظمها لمؤسسات عبر الإنترنت، لكن دار الإفتاء المصرية لدي فتاواهم أيضا. إذا تجاوزت الفتاوى فقط عن طريق الإنترنت. إذا لدينا 27 آية تتعلق بالهجرة وما يشتق منها. الهجرة بمعنى ترك أو التخلي، أو الهجرة بمعنى الانتقال المكاني.
فكرة أن المسلم يجب أن ينتقل من مكان إلى آخر في حال تعرضه للاضطهاد وما إلى ذلك. إذن كثير من الفتاوى الكلاسيكية ما تزال مؤطرة بفكرة أن الناس يهربون بسبب القمع الديني والاضطهاد الديني. إذن السؤال الرئيسي عندما يطلب المسلم لجوءا في بلاد الغرب، ليس في بلاد الخليج لكن في بلاد الغرب، وهو شيء أصر عليه فرانسوا بورغا، هو البعد الإنساني. إذا نعم الغرب هو المستعمر والغرب هو إمبريالي، لكن الغرب أيضا لديه قيم إنسانية، والتي تعني أنهم تاريخيا استقبلوا اللاجئين. كثير من الفتاوى تشبه هذه الفتوى، والتي اختصرها بأن لو لدى المرء سبب كافي لأن يمارس دينه بشكل علني ويحافظ على دينه وتدينه، إذن يسمح له بالبقاء حيث هو، ولكن يستحسن ومباح له أن يهاجر إلى بلد مسلم. إذن طبعا النقطة الثالثة هي أن الشخص لم يكن قادرا على ممارسة شعائر دينه، أو يخاف من الانتماء إلى دين هذا يعرضه للخطر، فعليه أن يهاجر إلى بلد مسلم إن لم يكن قادرا على الاستمرار. النقطة الأخرى هنا مع هذه الفتاوى هي مسألة، هل تستطيع أن تحصل على المواطنة ولا تتجنس أم لا؟ مثلا إسلام واي، وهي وترى أنه مجمع فقهي في أمريكا، تقول أن الحصول على حق المواطنة مباح في ظل ظروف فقط. الكلام غير مفهوم بشكل واضح. أنا لم أقل الجملة بشكل واضح، آسف. إذا ما عدت أو راجعت إلى إسلام، إلى موقع إسلام ويب والتي هي تحت إشراف وزارة الأوقاف القطرية، ترى أن الفتاوى مؤطر على أساس دار الإسلام، دار الحرب، دار الصلح. هذا ما زال الإطار الرئيسي في بحث هذه القضايا، بما في ذلك الاندماج أم لا. إذن سأنتهي بالحديث عن ثلاث أصناف من الفتاوى المفتين بعد أن قرأت هذه الفتاوى 83. الأولى هي نصية تعتمد على النصوص وتؤطر الفتاوى ضمن إطار الأرض المسلمة، ضمن ثنائية الأرض المسلمة وأيضا غير المسلمين، وحيث يمكن للمسلم أن يمارس دينه أو لا. وكثيرا هذه الفتاوى تتجاهل الأبعاد الاقتصادية والدوافع الاقتصادية، وحتى أن يكون المرء لاجئا أم لا. أنا صدمت بابن الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الذي طلب من السوريين أن لا يهاجروا إلى الخليج، وكأنه
يعيش في كوكب آخر. أيضا النوع الآخر من الفتاوى التي تأخذ بعين الاعتبار البعد السكاني أو الديمغرافي. النوع الثاني سألت راي وفرانسوا، وراي لم يرق له بعض ما قلت. إذن هؤلاء الذين سميتهم الانتقائيون مثل الشيخ القرضاوي أو الشيخ سلمان العودة، هم حريصون على إقامة علاقات جيدة للمهاجرين في المجتمعات التي يهاجرون إليها، وخاصة في البلدان ذات الغالبية غير المسلمة. أعجبني فتوى القرضاوي حول الأيتام السوريين الذين وصلوا ألمانيا من دون ذويهم، وبأن يجدوا لهم عائلات مسلمة ترعاهم. قال هذا ليس فقط مسموحا به بل واجب. وأجد أن هناك قضايا مسكوت عنها كثيرة في مثل هذه الفتاوى. على سبيل المثال، لا يوجد فتوى حول نظام الكفالة، وهو نظام مريع في أي بلد أيا كان، ولا توجد فتاوى حول استقبال اللاجئين في البلدان التي يعيش فيها هؤلاء المفتون. أيضا ما أعجبني في هذا الصنف من المفتين إنهم لا يدعون أن المفتي يجب أن يفتي في كل شيء. قالوا أن هناك قضايا لها علاقة بسياسات الدولة نتركها للدولة لتقررها. أعتقد أننا يجب أن نفكر حول هذه الأمور. هل أن المفتين يجب أن يتدخلوا في كل شيء، أم يتركوه الأمر إلى نوع آخر من أهل الاختصاص، وهم أهل السياسة وعلم الاجتماع مع ذلك؟ النوع الثالث من العلماء هم العلماء الإنسانيون. ربما أفضل ما وجدته هنا هو منظمة مثل المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، والمجلس الفقهي لشمال أمريكا الشمالية. لديهم أوضح المواقف حول قضايا القرن الحادي والعشرين، وماذا يعنيه أن تكون مسلما مهاجرا في بلد غالبيته ليست مسلمة. إذا فقط لنشير في عجالة إلى البيانات التي تقول كأن يكون المسلم مسلما ممارسا لدينه ملتزما ومواطنا أمريكيا مواليا، والعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. لكن أود هنا أن أشدد على أهمية المجلس الأوروبي للإفتاء، وخاصة آخر بيان الذي صدر عن الجلسة 25 العادية في إسطنبول عندما في أكتوبر 2015، حيث نرى رسالة واضحة وأن كل التمييز بين المسلمين وغير المسلمين ليس فقط يعطي أثرا معاكسا كعمل استراتيجي، ولكنه ضد مفهوم الإنسانية أيضا. وعلينا أن نتصرف كمواطنين حقيقيين في بلادنا. سأنتهي الآن. إذن أنا أدعوكم لقراءة هذه الأمور، هي نص طويل، لكن في النهاية أقول هذا المجمع أو المجلس الإفتائي يدعو المسلمين إلى مد يد التفاهم والتعاون مع الآخرين، ومن خلال مبدأ الاندماج الإيجابي. وهذا المجلس وقبلهم طارق رمضان يصرون على ضرورة
تحويل الرأسمال الإثني المسلم إلى رأسمال اجتماعي من أجل التعايش. وطارق رمضان يقول من هم يسمون مسلمين غربيين يجب أن يساهموا مساهمة إيجابية في جعل مجتمعات أفضل بدلا من التفكير في ثنائية نحن وهم. وفي هذه الحالة المسلم الذي يعيش في الغرب يجب أن يجعل الحياة ذات بعد إيجابي. وهناك صعوبة في نطق الكلمات لم نفهمها في الترجمة. وسأتوقف هنا. لماذا؟ لهذا السبب أنا أدرس هذا الخطاب في دروسي في العلوم السياسية. وأنا يمكن أن أقدم هذا النص لأي إنسان وأقول هكذا نتعامل مع المهاجرين أيا كان. لا أدرسه في كلية الشريعة بل في كلية العلوم الاجتماعية. شكرا. Thank you, Professor Hanafi. شكرا جزيلا بروفيسور حنفي. أنا أقدر جهدك في دراستك لهذه القضية. أنا متأكد أنك قلت الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام وفي نفس الوقت هي مثيرة للجدل. وأنا متأكد أنه ستكون هناك بعض الأسئلة التي ستطرح من خلال الجمهور وسيكون لدينا الوقت للرد عليها. من سياسة الشفقة والتأثير السياسي إلى أنواع ومقاصد الهجرة وقيمها الحاكمة. ويسعدني ويشرفني أن أقدم إلى حضراتكم فضيلة الدكتور عبد السلام بلاجي، مفكر وكاتب مغربي، وهو رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي ورابطة المغرب العربي للاقتصاد الإسلامي أيضا، ونائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، وأستاذ زائر ومشرف على عدد من البحوث الجامعية للمالية الإسلامية بعدد من الكليات المغربية. له عدة بحوث ودراسات في مجالات ما شاء الله موسوعة، مجالات متعددة جدا تبارك الله: الفقه والأصول، السيرة النبوية، القانون الدولي، الاقتصاد، المالية، السياسة، السياسة الشرعية، تقنين الفقه، مراتب التشريع في السنة النبوية والحضارة، والشؤون الاجتماعية، وقضايا المرأة، ومدونة قانون الأسرة، وأيضا الجاليات المغربية المسلمة وتدبير الشأن الديني. نشر الدكتور بلاجي العديد من المقالات وأجرى عدد من المقابلات أيضا حول حقوق الإنسان والقضايا الوطنية والشؤون السياسية والدينية، كما حاضر في وشارك في ملتقيات ثقافية وعلمية في أكثر من 20 دولة، في دولة من العالم العربي ومن آسيا ومن أوروبا وأمريكا، ومنها عدة ندوات علمية دولية متخصصة في السياسة الشرعية وتقنين الفقه وتطبيق والتطبيق المعاصر للشريعة الإسلامية وجودة الدولة أو الحوكمة. فضيلة الدكتور بلاجي سوف يحدثنا عن أنواع ومقاصد الهجرة وقيمها الحاكمة، فليتفضل. مشكورا، عندك 20 دقيقة، ولو أوجزت يكون أفضل إن شاء الله. بارك الله فيك الدكتور، أخي الدكتور أحمد فتحي، وأنا كذلك معتز بأن أكون في جلسة تسيرها أنت. وأشكر الإخوة في المركز جميعا من يعني ممن تراسلونا ومن قاموا بالجهد الكبير لتنظيم هذه الندوة بطبيعة الحال، وممن اقترحونا تحت إشراف أخي وصديقي العزيز الدكتور طارق رمضان. ونرجو الله تعالى أن يوفق هذا المركز لمزيد من العطاء حتى يكون إن شاء الله يعني معلمة علمية رائدة يكون عطاؤها على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الإسلامي وعلى الصعيد العربي. على كل حال، فيما يتعلق بالهجرة كمدخل، أنا حاولت أن أعالج القضية يعني من منظور يعني
مختلط شرعي قانوني سياسي ربما تكويني أثر في ذلك لأن أنا في تكويني يعني في الدراسة الإسلامية وفي العلوم السياسية وفي المالية العامة لذلك ترى هذا حتى في التشكيل الفكرية وفي العطاء هذا كان واضحا لذلك أحاول دائما أن أناقش المواضيع من زوايا مختلفة فاليوم هذه الزاوية التي أحاول اليوم هي يعني تقريبا شرعية سياسية وقانونية من جانب القانون الدولي فحينما يعني اليوم نتكلم عن 60 مليون مهاجر التي تحدث عنها أخي الدكتور فتحي لا عفوا لاجئ أغلبهم مسلمون هذه حقيقة يعني إحصائية ثابتة لكن اليوم نحن مأساة تنسينا في مأساة مأساة الأفغان أنستنا مأساة الفلسطينيين ومأساة العراقيين أنستنا مأساة الأفغان ومأساة السوريين أنستنا مأساة التي قبلها والسودانيين يعني والروهينجيا إلى غير ذلك يعني لجوء في لجوء في لجوء وهجرة في هجرة في هجرة يعني بمعنى أن اليوم هي ظاهرة إنسانية ولكنها واقع إسلامي بامتياز واقع إسلامي بامتياز اللاجئون اليوم أو المهاجرون كما يحلو لبعض الإخوة أن يسموهم هم في معظمهم مسلمون وفي النهاية هي المشكلة إنسانية وأنا آتي أنا قادم من المغرب المغرب له تاريخ طويل مع اللجوء والهجرة منه وإليه وإليه أكثر ربما اليوم نتحدث عن مأساة الفلسطينيين والسوريين والعراقيين في القرن 16 كانت مأساة اليهود من الأندلس المسلمون واليهود اليهود لم يجدوا مأوى لهم إلا في شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر شيئا ما ليبيا ولكن بالدرجة الأولى المغرب هذا يعني حتى لما جاءت حكومة فيشي في الأربعينيات حكومة فيشي الفرنسية وطلبت من الملك محمد الخامس أن يرفع يده عن اليهود المواطنين اليهود المغاربة لكي تطبق عليهم سياستها الخاصة بين قوسين العنصرية كان الرد تلقائي للملك محمد الخامس أن هؤلاء رعايا ومواطنون مغاربة وهم بينهم وبين الدولة عقد ذمة هذا العقد الذي اليوم ينظر إليه بشكل دوني وهو الذي حمى اليهود على مدار التاريخ وهؤلاء لم يكونوا قلة ومع الأسف رغم معاناتهم الطويلة هم الذين تسببوا في المعاناة التي ما زالت يعني تلحق بالفلسطينيين إلى اليوم ربما البعض منكم قد يقدر أن عدد اللاجئين اليهود قليل في المغرب الجالية رقم واحد قبل أن تفتح الهجرة من روسيا هي الجالية اليهودية من أصول مغربية 700,000 لكن مع الأسف الجالية الأكثر قسوة على الفلسطينيين هي الجالية التي جاءت من المغرب هذا هو الإشكال اليوم عندنا 3,000 يهودي في المغرب معززون مكرمون لهم جنسيتهم ولهم مواطنتهم ولهم حقوقهم الكاملة حتى في مدونة الأسرة المبنية على الشريعة الإسلامية وكان زميلي الأستاذ راي كان يعني درسنا هذا الموضوع وتعرضنا له في حلقة سابقة وكانت ملاحظات أن هذه المدونة يستحسن أن لا تكون مرجعيتها إسلامية كون مرجعيتها إسلامية هي التي حمت اليهود لأن الفصل الثاني من المدونة يفتح باب خاص لليهود المغاربة على أساس أنهم يحتكمون إلى شرائعهم الإسرائيلية
المغربية لأن عندهم اجتهادات محلية. 3,000 يهودي اليوم في المغرب امتيازاتهم وحقوقهم أكثر من عددهم، ونحن نغبطهم ولا نحسدهم. لماذا؟ لأننا نقول هؤلاء مواطنون مغاربة لهم كامل الحقوق. وسمعت بالأمس كلام عن الانتماء إلى حزب إسلامي أو كذا، أنا في حزب العدالة والتنمية أبوابنا مفتوحة لليهود المغاربة، ليس هناك إشكال. لماذا هذا من أين يتأتى هذا؟ نحن نريد أن نجسد الثقافة الإسلامية تجسيدا واقعيا وليس نظريا، أن الإسلام أعطى الحقوق للأقليات والمهاجرين واللاجئين، هذا كلام كلنا نقوله، لكن نريد أن نجسده على أرض الواقع، نجسده. ولكن من حقنا كما قال أستاذ بيرغا في تقاسم المسؤولية أن نطلب من الآخر أن يجسد ما يقول، أن يجسد ما يقول، لأن الكلام كثير ولكن الإنجاز ليس في مستوى الكلام الذي يقال. على كل حال، هذه المقدمة لأقول بأن حاولت أن أوصل لأنواع من الهجرة من خلال تجربة المجتمع الإسلامي الأول، وكذلك حاولت أن أضع قيما حاكمة ومؤطرة لأنواع اللجوء والهجرة، ليس فقط للمسلمين ككيان يعني خاص، ولكن للإنسانية. الإسلام اليوم ليس دين المسلمين، الإسلام اليوم هو دين إنساني يأخذ ويعطي. وأنا أحكي لكم يعني في سنة 2002 لما كنت موظف في مجلس النواب، شرع مجلس النواب قانون لكفالة الأطفال المهملين، كفالة الأطفال المهملين مستمد من الشريعة الإسلامية بطبيعة الحال، لكن كما ذكرنا سابقا نحن لا نقول مستمد من الشريعة الإسلامية، مستمد بس لأنها الشريعة الإسلامية واقع في المغرب. بمجرد ما أنهي تشريع القانون تقاطرت علينا طلبات السفارات الأجنبية في المغرب تطلب هذا النص، لأن أوروبا تعرف التبني الباغيناج، ولكن مفهوم الكفالة، حفظ شخصية هذا الطفل، حفظ حقوقه، حقه في اسمه العائلي الأصلي إلى غير ذلك، هذا المفهوم غريب عندهم، فلا بد من التلاقح. فأدخلت عدد من الدول من بينها كندا لو دروادو لكفالة، قانون الكفالة كما هو، وطلبته إيطاليا وطلبته غيرها من السفارات، وأنا شخصيا كنت أمارس هذا الأخذ والعطاء وهذا النقاش وهذا الحوار. لذلك فأنا أريد أن أقول سواء لنا نحن كمسلمين أو لإخواننا في الإنسانية، إن الإسلام اليوم هو معطى إنساني عالمي كوني، علينا أن نستفيد من هذا الثراء دون الانتقاص من بعضنا أو نظرة الدنيا إلى بعضنا. وفي هذا المجال تأتي مسألة الهجرة واللجوء. فالمسلمون كبشر وكأناس في مجتمعهم الإسلامي الأول مارسوا العديد من أنواع الهجرة. والحديث النبوي، أنا أنطلق من حديث نبوي وهو كان من وحي الندوة السابقة هنا في المركز في سبتمبر، يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أنا شخصيا كنت أقرأه كغيري، ولكن قراءة عابرة، لكن هذا الحديث نفسه ينطوي على أنواع من الهجرة، هجرته إلى الله ورسوله فرارا بدينه
فرارا من الظلم لجوءا إلى العدل كما تحدث الكثيرون. من كانت هجرته لدنيا يصيبها لمصالح متعددة مشروعة فله ذلك، وله الحق في أن يهاجر، له الحق في أن يلجأ، له الحق. وهنا نتحدث اليوم في القانون الدولي عن حرية في انتقال الأشخاص والأموال، هذا منصوص عليه خاصة منذ اتفاقية القات وبمواثيق دولية، لكن في أرض الواقع كيف؟ هل هو صحيح انتقال الأموال والأشخاص؟ أحيانا يسمح بانتقال الأموال من العالم المتخلف إلى العالم المتقدم، رجوعها توضع عليه ألف عقبة وعقبة. انتقال الأشخاص ينبغي أن يكون ذهابا وإيابا، إيابا نعم، ذهابا ألف عقبة وعقبة. إذن المعايير هنا تختلف، تتنوع، تتعدد، فلم نعود نحتكم إلى معيار قانوني وإنساني واحد واضح، ولكن إلى معايير مزدوجة أو متعددة. فقلنا هذه المصالح ذهابا وإيابا، يعني من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لأسباب اجتماعية حتى عاطفية، امرأة ينكحها رجل، تزوج امرأة، امرأة تتزوج رجل، جمع الشمل العائلي، هذا كله مشروع، فهجرته إلى ما هاجر إليه صحيح. بعض العلماء لما نرجع إلى شراح الحديث مثل ابن رجب الحنبلي ينظر إلى هذه المسألة كان نظرة سلبية، يقول هذه هجرته إلى امرأة ينكحها هجرة سلبية، لكن هناك علماء آخرين، ابن صدقة، ابن حجر، يقولون لا، هذه نوع من الهجرة المشروعة. لماذا لا يهاجر إلى امرأة يحبها ويريد أن يتزوجها؟ لماذا لا تهاجر هي أو تلجأ إلى رجل تحبه وتريد أن تتزوجه؟ هذه هجرة مشروعة. على كل حال هذه الأنواع الهجرة كلها موجودة، لكن أهم أنواع الهجرة أو اللجوء يمكن أن نذكر على الأقل عناوينها، لأن أخي أشهر في وجهه سيف الوقت. فالهجرة من 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 الظلم إلى العدل، وقيمة العدل كما ذكر في هذين اليومين هي قيمة مركزية في الإسلام، ولذلك إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، مناهي يعني أوامر ومناهي. الشيء الذي جعل شيخا مقاصديا مثل طاهر بن عاشور يقول إن هذه الآية جامعة لأصول التشريع، أصول التشريع كاملة تجمعها هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل من أجله كانت الهجرة الأولى إلى والثانية إلى الحبشة. لا أسرد عليكم الوقائع، ولكن من وجهة القانون الدولي هذا اللجوء، لجوء كان فيه التعامل إيجابيا من طرفين، من طرف المسلمين باحترام الديانتين الرسميتين في البلد، الديانة المسيحية واليهودية، لأن لما كان الحوار مع النجاشي وسأل هل أنتم على دين اليهودية، لماذا أنتم على لستم على إحدى هاتين الديانتين الرسميتين بين قوسين في البلد؟ فالمسلمون من جانبهم كان هناك احترام للبلد وظروف البلد بعدم إقامة معابد أو مساجد أو الجهر برسالتهم أو الجهر بعبادتهم إلى غير ذلك، بمعنى أنهم كانوا ينشدون العدل والأمن، وانتهى مع مراعاة التزامات الطرف الذي هاجر إليه، التزاماته الداخلية، وحتى إذا كانت عنده مواثيق دولية هجرة أخرى مثلا، نوع من اللجوء إلى بني شيبان، طلب النصرة، طلب النصرة كان نقاش حوار في مكة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قادة بني شيبان من قبائل العراق،
لطلب اللجوء إليهم وحمايتهم له ولصحابته، لكن هم قالوا نحن نمنعك مما يلي العرب، لكن ما يلي كسرى عندنا معاهدات مع كسرى أن لا يعني نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، بمعنى أن لا نخالف شروط الاتفاقية التي بيننا وبين كسرى. الرد كان منطقيا يراعي الالتزامات، لم يكن الرد بالتشنج أو بالعيب على هؤلاء العرب الذين لا يريدون أن ينصروا إخوانهم المظلومين، لا، لكن الرد هو ما أخطأتم بالرد إذ نطقتم بالصدق، هذا هو الرد، معنى احترام التزام الآخر. اليوم أريد أن ألجأ أنا كسوري أو كعراقي أو كذا، هذا حق الإنساني وحق الطبيعي، ولكن البلد الذي أهاجر إليه له كذلك التزامات. فهذه القيم نحن نقول نستقيها من المجتمع الإسلامي الأول، ليس لكي نكرر ولكن لكي نكيفها مع معطيات القانون الجديد الدولي الجديد، ولكي نقول بأن عندنا، أنا أحصيت 9 أنواع من الهجرة، هجرة من طلب العلم أو التعلم، هجرة أو لجوء، مصعب بن عمير في بعد العقبة الأولى، المدنيون المسلمون الجدد هم الذين طلبوا معلما، نعم طلبوا معلما يهاجر إليهم يعلمهم، هذا لجوء وهذه هجرة، ولكن من نوع تعليمي، بعثة ثقافية، بعثة تعليمية قد تعلم أو قد تتعلم. وهناك كذلك أنواع أخرى من الهجرة تحدث عنها العلماء والفقهاء، مثلا الهجرة إلى دار الإسلام، وهذه يعني تحتاج وحدها إلى محاضرة، لأن أخي أثار مسئلة دار الإسلام ودار الهجرة ودار الكفر ودار الصلح، هذه مفاهيم فقهية ليست من قبيل الأشياء الثابتة، إنما هذه من الأشياء المتغيرة. اليوم يمكننا أن نتحدث عن دار الإسلام ودار العهد المعاهدة، ولكن دار الصلح هذه مفاهيم تاريخية ليست جامدة وليست مقدسة. كذلك الهجرة من أجل، وهذه ربما أختم بها لأن الوقت، الهجرة إلى المدينة هجرة تأسيس الدولة، هذه الذي يستوقفنا فيها هو الحديث النبوي، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هذه فيها يعني إفحام ورد لكثير من التيارات الغالية المتشددة التي ترى أن من حقها أن تلجأ وتهجر من بلدانها من أجل تأسيس الدولة الإسلامية. فهذا الحديث وهذه الواقعة وضعت حدا لهذا الإدعاء، هجرة تأسيسية للدولة الإسلامية هي هجرة واحدة، هذه الدول القائمة اليوم كلها إسلامية على تفاوت مع الاختلالات مع الإشكالات، لكنها تبقى دول إسلامية. إذن فالقيم الحاكمة هي قيم كثيرة، الوقت لا يسمح، لكن مركزية العدل، وجوب الهجرة واللجوء في حالة اضطهاد، مراعاة الالتزامات الآخر الطرف الآخر المهاجر إليه، احترام الأنظمة وقوانين ومؤسسات البلد المهاجر إليه، وجوب قبول اللجوء، لجوء المستضعفين والمضطهدين، وحتى فيه حكم فقهي مهم جدا، وهو لو أن المسلم واحد أعطى حق اللجوء والجوار لمهاجر فيجب على دولته أن تنفذ هذا اللجوء، وهذا يعني فيه حديث وفيه أحكام فقهية. الخلاصات إن شاء الله يعني لا بد من إدماج هذه المفاهيم في تعليمنا وفي منظوماتنا القيمية وفي منظوماتنا الإعلامية
لا بد من العمل كخبراء كعلماء على تلاقح الأفكار الإنسانية أخذا وعطاء، ليس هناك واحد يعطي وواحد يأخذ. هذا إشكال يعني عنصري ينبغي القضاء عليه، لا بد من التلاقح الأخذ والعطاء. كذلك لا بد كما قلت من عمل، كما ندرس اليوم الأخلاقيات، وأنا فخور بأن نسمع عن الأخلاقيات تدرس هنا في هذا المركز ولها قسم. لا بد كذلك من أن يعطى لهذا الجانب الأهمية التي يستحقها من الناحية الشرعية ومن الناحية الاجتماعية ومن ناحية القانون الدولي. أشكركم وأشكر الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، جزاك الله خير سعادة الأستاذ الدكتور عبد السلام بلاجي، ونشكركم جزيل الشكر على هذه المحاضرة أو المداخلة القيمة، والتي لا شك أنه ستثرى إن شاء الله بأسئلة من الجمهور، وسوف تكون لديكم فرصة إن شاء الله للتعقيب وأيضا لمزيد من التحليل ومزيد من توضيح بعض الأفكار. وبدون إطالة نمر مباشرة إلى المتحدث الثالث، وهو زميلي الدكتور الأستاذ الدكتور ري جريديني. So our lead is bio. So Dr. Jureidini is a professor and director of research. أستاذ للأبحاث حول الهجرة وأخلاق الهجرة في معهد أو مركز التشريع الإسلامي والأخلاق. لقد ترعرع في أستراليا ودرس العلم الاجتماع وعلم النفس في أستراليا، وقد أنهى درجة البكالوريوس في 1977، وليتخصص في علم الاجتماع وعلم النفس، وحاز على مرتبة الشرف الأول في الاجتماع عن أطروحته حول تعاونيات المنتجين، وكذلك قدم أطروحته لدرجة الدكتوراه حول القيم الأخلاقية في الحياة الاقتصادية، دراسة حالة للتأمين على الحياة ومعاش التقاعد، وكان ذلك في 1978. وتنصب اهتماماته البحثية على الهجرة وحقوق العمال وحقوق الإنسان والتجارب البشر والتمييز على أساس النوع الإسلام العفو الاجتماعي والعنصرية ورهاب الأجانب. وفي فترة التسعينيات ساعد في تأسيس المجلس الأسترالي العربي، وشغل منصب نائب رئيس المجلس علاوة على إنشاء مجلة اللغة العربية والدراسات الإسلامية والشرق أوسطية. وبعد أن درس علم الاجتماع في 5 جامعات في أستراليا، قضى 6 سنوات في الجامعة الأمريكية ببيروت، بداية من 1999، حيث شرع في البحث في قضية انتهاكات حقوق الإنسان ضد العمالة الوافدة في لبنان. وفي الجامعة الأمريكية في القاهرة شغل منصب مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة في عام 2008، وأتم العديد من المشاريع البحثية حول قضايا الهجرة واللاجئين. وفي فترة 2011 و2014 عاد إلى لبنان ليعمل في معهد دراسة الهجرة بالجامعة الأمريكية اللبنانية. وفي فترة 2012 ل2013 عامل مستشارا لمبادرة رعاية العمالة الوافدة في الدوحة، وذلك من خلال مبادرة مؤسسة قطر ليسهم في إعداد معايير مؤسسة قطر لرعاية العمالة الوافدة الخاصة بشركات المقاولات وموردي الخدمات، وأعد تقريرا حول استقدام العمالة لدولة قطر. عنوان المداخلة تتعلق بمتسلسلة المهاجرين واللاجئين، مدى قيمة المسميات والظروف. تفضل دكتور بروفيسور. شكرا جزيلا لك دكتور فتحي. طبعا السيرة الذاتية أحيانا لا تشعر بالارتياح لأنك تذكرك بسنك الحقيقي وكيف أنني أكملت دراسة الجامعية قبل وقت طويل من الآن. اليوم أود أن أخوض في قضية بعينها، وتلك المتعلقة بالقيم وكيف يمكن أن
نضع أولوياتنا على أساس التمييز بين اللاجئين والمهاجرين كفئات تصنيفية هنا. سوف أقرأ الورقة ولضيق الوقت وآمل أنني بذلك أستطيع إنهائها. إن فكرة بعض السلوكيات والقضايا والأفكار هي أكثر أهمية من غيرها، أو أن بعض الناس أكثر أهمية من غيرها، تشعرنا بعدم الارتياح، لأننا نود أن نفكر بأنفسنا على أساس أننا متساوون كبشر ونستحق نفس الاستحقاقات. لكن تجاوز القضايا مثل الأصل العرقي والنوع الاجتماعي والانتماء الديني، وهذا هو المبدأ الأساسي في حقوق الإنسان والأخلاقيات الإسلامية، وهي التي موجودة في الشريعة الإسلامية والقوانين الإسلامية. لكن في واقع الحال هناك تمييز دائما بين ما هو مبدأ وما هو واقع معاش. أيضا هناك تراتبيات اجتماعية في كل المجتمعات وكل الثقافات، وهناك تمييز أيضا. لكن في الوقت نفسه هناك مبادئ تعلمنا كيفية رعاية الضعيف والمهمشين، وفي نفس الوقت اقتصاد السوق في العالم قام على أساس من التنافس يبلغ درجة الاستغلال للموارد الطبيعية. بعض الناس يتمتعون بمزايا أكثر من غيرهم، وبعضهم الآخر هو أكثر هشاشة من غيرهم، والسبب في ذلك أن هناك دائما من يحاول استغلالهم. الناس معرضون لمخاطر العنصرية والاستغلال الجنسي والاقتصادي ورهاب الأجانب والشعور بالإذلال والمهانة وكل أنواع العنف التي نراها كل يوم. إذن كذلك في مجال الهجرة، اللاجئون يعتبرون فئة هشة وضعيفة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. يعتبر النساء والأطفال أكثر هشاشة من الرجال، رغم أن هناك جدلا حول هذه القضية. حوالي نصف مهاجري العالم من بلدان إسلامية، ومجموعهم 16 مليون، و 25 مليون من المهجرين والنازحين البالغ مجموعهم 26 مليون هم من المسلمين. أكثر من نصف اللاجئين هم أطفال تحت السن 18، وأكثر من 40% منهم تحت السن 12. إذن ما يسمى بأزمة المهاجرين في أوروبا بدأت بمجموعة من اللاجئين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبدوسا وكانوا سوريين، كانوا يشكلون الفئة الأكبر، و 39% منهم سوريين، 11% أفغان، و 7% من الأرتيريين. وهذه تقديرات منظمات دولية، وهي منظمة المهاجرين الدولية التي تعتبر أن أوروبا هي أكثر الأماكن خطورة من حيث كونها بلد مقصد للاجئين بسبب صعوبة الوصول إليها. التمييز بين المهاجرين واللاجئين موجود منذ مدة، لكن في الآونة الأخيرة تحول إلى مبحث ومدار نقاش، طبعا مرده إلى نشوء أزمة الهجرة إلى أوروبا، ليس فقط بسبب أعداد المهاجرين الواصلين إلى الأجزاء الجنوبية من أوروبا، لكن الجدل حول عدد الذين منهم يستحقون منحهم حق اللجوء والحماية ومن لا يستحق. أيضا التمييز بين المهاجرين، هل هم لاجئون في ظل القانون الدولي ثم يحتاجون إلى مساعدة وحماية، أما المهاجرون أو المهاجرون الاقتصاديين فهم لا يستحقون تلك الصفة. طبعا وفي عجالة سوف أعطي بعض التعريفات هنا لأهميتها، ربما ليس كلكم مطلعون عليها في
اتفاقية معاهدة الأمم المتحدة للاجئين في العام 1995 تعرف من هو اللاجئ، وهو الشخص الذي ولأسباب مقنعة من تعرضه للقمع والاضطهاد على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الانتماء الجنسية يستطيع البقاء في بلده والتمتع بحماية البلد فيضطر إلى الهجرة. هذا هو التعريف الذي ما زال قائما منذ العام 51 وحتى الآن. هناك عدد من الحقوق التي يمكن أن يتقدم للحصول عليها اللاجئون، وهي حقوق مبينة في مقتضيات وبنود الاتفاقية، وأيضا فكرة أيضا حماية الشخص، حماية حق حياة الشخص وحق عدم إعادته من البلد الذي هربوا منه، حماية لحياتهم. اعتبرت اتفاقية عام 51 ضيقة في خاصة في أفريقيا، منظمة التعاون أو الوحدة الأفريقية أشارت إلى هذه القضية وغيرت من التعريف، إضافة إلى تعريف الأمم المتحدة قائلة إن صفة اللاجئ تطبق لأي شخص يتعرض للاحتلال أو الهيمنة الأجنبية أو الاعتداء الخارجي، أو مثلا تعرض البلد كلية أو جزئيا لحالة من الاضطراب والفوضى. وهذا الاعتراف بهذه الظروف يعني أن كل شخص بإمكانه أن يطلب حق اللجوء استناد إلى كون بلده يعيش في هذه الظروف. وهذا ما تطور وفقا بما يسمى حالة اللجوء، التي يعطى الشخص حق اللجوء على أساس جنسية بلده، لأن بلده يمر بوضع صعب كما هو حال السوريين. لهذا السبب السوريين يعطوا هذا حق اللجوء الآن بشكل عام، ومن دون الحاجة إلى أن يمر بإجراءات تقرير وضعيتهم. إذن الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لديها ثلاثة حلول مقترحة في تعاملها مع الاتفاقية، وهي الاندماج في أول بلد لجوء، أو إعادة التوطين إلى بلد ثالث يقبلهم ويعطيهم صفة الإقامة الدائمية والمواطنة، وثالثا ترحيلهم وإعادتهم إلى البلد الذي جاءوا منه، لكن يجب أن يكون هذا طوعيا. هناك 49 دولة أوروبية ملتزمة بهذه البلدان، هناك 11 بلد غالبية مسلمة مصادقة على هذه الاتفاقية، دول مجلس التعاون لم تصادق على هذه الاتفاقية. طبعا هناك إعلان القاهرة والذي يقول إن كل شخص له الحق بأن يطلب حق اللجوء داخل أو خارج بلده. طبعا بلد اللجوء ملزم بتقديم الحماية لطالب اللجوء لحين انتهاء الحاجة على الأقل. طبعا هناك إعلان الجامعة العربية العام 1994 المتعلق بحقوق اللاجئين في البلدان الإسلامية. أما ما يتعلق بالمهاجرين، هناك تعريف عالمي لا يوجد تعريف موحد عالمي للمهاجرين، لكن هناك بعض التعريفات، مثل مفهوم العام العمالة المهاجرة وفق تعريف منظمة العمل الدولية، أو مثلا الهجرة القسرية أيضا مفهوم آخر.
وهناك أيضا كلمات أو توصيفات أخرى مثل كما قلنا الهجرة القسرية التي تشمل حركة الناس بشكل قسري غير طوعي بسبب كوارث بيئية أو نزاعات مسلحة أو مجاعات أو مشاريع تنموية واسعة النطاق التي تؤدي إلى هجرة الناس. أيضا مبدأ الهجرة القسرية والهجرة المختلطة طبعا لم يعد قائما كما كان من قبل، لأن البعض يرى فيه أن الناس الذين يعيشون حالات فقر مدقع يضطرون إلى اللجوء. أيضا مسألة كما التدفقات المختلطة التي تجمع بين المهاجرين واللاجئين الذين يسافرون بنفس الطرق ويلجؤون إلى نفس المهربين ويعانون نفس المصير من تعرض حياتهم للغرق. أو هناك المهاجر المختلط الذي لديه عدة دوافع متعددة وضعيته غير معلومة. لا أحد من هذه التعريفات يتقبلها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهي المفوضة قانونا للتعامل مع مسألة المهاجرين، وتصر على القانون الذي أسسته معاهدة أو اتفاقية عام 51. طبعا كلمة migration في الغرب وفي الإسلام كثيرا ما تعني كلمة هجرة، وقد تشمل أحيانا الهجرة هي ترجم لكلمة migration، لكن هي أيضا تخلي عن بعض الأمور أو عن لجوء. أيضا كلمة هجرة بمعنى مثلا أن يهجر المرء زوجه، أو أحيانا يستخدم الانتقال من نوع اجتماعي أو جنس إلى آخر، مثلا من الذكور إلى الإناث، أو مثلا التخلي عن الذكورية في الهند والتحول إلى ما يسمى بالجنس الثالث. طبعا هناك واجب لحماية المهاجر واللاجئ وتقديم المساعدة والحماية. طبعا لا أستطيع الانتهاء في 5 دقائق أبدا، لذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تحاجج بالقول أن الهجرة يجب أن تكون طوعية، والفرق بينها وبين اللاجئين مضطرون بسبب ظروف بلادهم، وأيضا يعطى اللاجئون حق استثنائي بأن يعبروا حدود بلادهم إلى بلاد أخرى ويطلبوا اللجوء. دعوني أتجاوز بعض الشرائح لضيق الوقت. والتمييز هنا على وجه الدقة أن المهاجرون قد لا يرغبون في البلاد في بقاء في بلادهم ويهاجرون، ويمكن إعادتهم، لكن اللاجئ لا يمكن إعادته إلى بلده. إذن أريد الإشارة إلى بعض الأبحاث مؤخرا، وأبحاث هيتي لوم تحديدا، ما أظهرت أبحاث هذه الباحثة أن في اتفاقية العام 1951 أو قبل اتفاقية الأمم المتحدة العام 1951، الشخص النازح وفقا لعصبة الأمم كانوا يعتبرون مهاجرين أو صنفنا المهاجرين واللاجئين. وأيضا إذا كانوا ملائمين للبقاء في البلد الذي يستقبلهم بناء على المعطيات الاقتصادية، ولكن قبل العام 1948
الأشخاص النازحين وفقا لقانون 1948 في الولايات المتحدة كانت على أساس تسييس القضية. ومثلا كما قلنا في مرحلة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما تم تأسيس هذه القضية، وأيضا كان على أساس اعتبارهم معادون للشيوعية مثلا، وبعض 30% منهم كانوا لديهم خبرات زراعية، فنظرت الولايات المتحدة له من خلال هذا المنظور. أما ما يخص المنظور الإنساني الخاص أو اللجوء الإنساني، يعني أن اللاجئ يجب أن نتأكد من الشخص ليست له دوافع اقتصادية وراء لجوئه، على سلطات المطارات والحدود أن ينظر أو تنظر إلى الشخص الطالب للجوء من هذا المنظور الإنساني وغياب الدوافع الاقتصادية. وهذا طبعا ينم عن مشكلات كثيرة، لأن اللاجئين يحتاجون إلى مصدر لكسب العيش بدل الافتراض بأنهم سيحتاجون ذلك فقط بعد وصولهم. لذلك برامج التوطين على مر السنين كانت ضعيفة. طبعا برامج الترحيل هنا للاجئين إلى بلدان ثالثة الأرقام صغيرة جدا. فالعام 2014 رغم الوعود التي تطلقها البلدان كما ترون من الأرقام، إذن الخطاب الإنساني والهدف إلى حماية اللاجئين في الحقيقة عزز الدول لتعزيز سياساتها وعدم تضمين اللاجئين في خطابها، وأدى إلى حدوث إشحالات من الشقاق بين البلدان الأوروبية نفسها، بينما تعتبر قيم إنسانية وخاصة بعض البلدان التي رفضت استقبال اللاجئين بالأعداد التي حددها الاتحاد الأوروبي لها. طبعا رئيس الاتحاد الأوروبي قال مؤخرا لا تأتوا إلى أوروبا، لا تخاطروا بحياتكم وبأموالكم، لن تقبلكم اليونان أو أي بلد آخر كبلد عبور. الأفغان الذين تأثروا بشكل خاص لأن ألمانيا ترفض الأفغان ولا تمنحهم صفة اللجوء لأنهم موجودين لأسباب اقتصادية ولا توجد مشكلة في إعادتهم ولن يتعرضوا لخطر. إذن لدينا هذه الصور التي نراها على شاشات التلفزيون لسوريين وعراقيين يتم وضعهم في قطارات تأخذهم إلى ألمانيا، بينما الأفغان يعادون إلى بلدهم ويعتبرون هنا مهاجرين وليس لاجئين ولا يمكن قبولهم وينبغي إعادتهم. طبعا وربما المعاناة التي يعانيها السوريون أعطتهم هذه المزية أن يقبلوا كلاجئين في أوروبا، ولذلك كثير من الناس يشترون جوازات سورية مزيفة في تركيا ليحصلوا على هذه المزية، مثل أريتريين وبلدان من أفريقيا اشتروا جوازات مزيفة أريترية ليحصلوا على صفة اللجوء. إذن كيف يمكن لبلد أن يقرر كم من اللاجئين يقبل أو لا؟ هذا قرار سياسي. لدي تحليل كامل فيما يتعلق بتركيا، وبعض الناس يشعر بالخزي لأنه طبعا منذ اندلاع الأزمة بعض البلدان الأوروبية بدأت
تبيع وتشتري اللاجئين، تعرض مساعدات. الآن يقدم لتركيا 6.6 مليار دولار مقابل قبولها لأعداد أكبر من اللاجئين. لكنني قرأت مقالا هذا الصباح يقول أن الولايات المتحدة تقول أن هذا الاتفاق مع تركيا غير قانوني، ولأن هناك تقارير تبين أن تركيا تعيد بعض السوريين إلى بلادهم. فتحي يخوفني الآن ويهددني بالتوقف، لكن هذا ليس بالأمر الجديد. دعني فقط أضيف نقطتين. Australia has been doing this for many years. أستراليا تقوم بهذا العمل منذ سنوات، توقف قوارب الأندونيسيين وطبعا تعيدهم إلى بلدان أخرى وتحاول رشوة البلاد الأخرى لتقبلهم. مثلا مؤخرا أعطت كمبوديا 40 مليون دولار لتأخذ لاجئين سوريين وعراقيين من مراكز في أستراليا. 6 لاجئين ذهبوا إلى كمبوديا و5 منهم غادر البلاد. إذن أستراليا أنفقت 40 مليون دولار على لاجئ واحد في النهاية. النقطة الأخيرة هنا هي أننا أدرنا دورة كاملة تقريبا في هذا الجدل. طبعا لدينا معهد واشنطن لأبحاث الهجرة والمهاجرين يقول أن علينا أن نزيل هذا التمييز بين اللاجئين والمهاجرين، وأن نسمح للمهاجرين بأن يبحثوا عن حياة في الأول بلد يلجؤون إليه من دون إعادتهم إلى بلد ثالث، وعليهم أن يحاولوا الحصول على أن نعرف ما هي مؤهلاتهم، ونرى أنهم أي بلدان العالم بحاجة إلى مؤهلاتهم ومهاراتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ظروفهم في البلد الأصلي. بالطبع هذا يعيدنا إلى وضعية دول مجلس التعاون. دكتور حنفي طبعا قال إن الإحصائيات لا تظهر أنهم قبل على أساس إنساني ولكن على أساس سوق العمل، وربما هذا ليس بالضرورة شيئا سيئا طالما أنهم تم قبولهم ووفرت لهم الظروف. ربما هي ليست وضعية القوى العاملة في دول الخليج ليست واضحة، والإقامات يمكن أن تسحب في أي لحظة، لكن الذين يحصلون على طعام وسكن ولقمة عيش حتى على أساس مؤقت ومن دون أمل الحصول على جنسية، هذا أمر ربما علينا أن نراجعه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المقترحات الجديدة لمعهد واشنطن للاجئين بدلا من إنكارها. إذن وضع الأولويات لها مفارقاتها، ومن المهم أن نكشفها ونعيد النظر لنرى كيف يمكن لها أن تفعل فعلها على الأرض، وكيف يمكن أن تؤثر في الناس الذين نصمهم بصفة أو بأخرى بطريقة أو بأخرى. شكرا لكم.